بسم الله الرحمن الرحيم. ما اصبحش المشكلة عندنا النهاردة النور بيقطع كام ساعة، ولا بيقطع ولا ما بيقطعش ولا الكلام ده كله. اصبح في مشكلة تانية اكبر من كده. المشكلة الاكبر من كده ان لما الكهرباء بترجع بنلاقي الاجهزة الكهربائية هنا بتبدأ يحصل لها مشكلة كبيرة، اللي بيتحرق واللي الجهاز ما بيتحرقش، جهاز بيشتغل جهاز ما بيشتغلش، بيحصل عندنا هنا المشكلة ديت. طب ازاي نتفادى المشكلة ديت، وازاي نقدر نعرف المشكلة دي هتحصل ولا يعني كل حاجة عن المشكلة اختصار بقى كده، نعمل ايه؟ لازم نركب مفتاح، بس ما يكونش مفتاح اوتوماتيك زي دوت. المفتاح ده بيفصل وقت الاوتوماتيك وكل حاجه لما يكون التيار عالي، لكن لما يكون التيار مثلا منخفض ايه اللي هيحصل؟ هل هيقدر يقرا حاجه زي كده؟ لا. ممكن نستعين بقى بايه؟ بمفتاح تاني يقدر على الاثنين دول. المفتاح ده زي مفتاح مثلا زي شركه زي عامله مثلا فينوس، مفتاح زي ده. المفاتيح اللي انتم شايفينها دي مفاتيح عاديه بتقرا مثلا عالي التيار بتفصل زي ده مثلا، حلو كلام. لكن لو احنا جبنا مفتاح مثلا زي ده اللي انا اقصده. المفتاح ده مثلا بتيجي يعني الازرار ده تبدا مثلا تقول له انت عندك هنا شغال ايه، يقول لك انا شغال هنا من 170 فولت تمام لغايه 270 تمام. انت هتقول له انت شغال من كام؟ يقول لك من 170 الكره بتاعتي انا عندي هنا كام، شغال من 170 لغايه عندك 200 وكام 280 مثلا، حسب بقى ما هو يقول لك 260، لا مش 260 تقريبا، حلو كلام. طب المفتاح اللي انتم شايفينه ده غير دوت في ايه؟ المفتاح ده لو كهرباء عليت ممكن يفصل، حصل ماس يفصل، لكن المفتاح ده وضعه هنا مختلف. ليه الوضع مختلف هنا؟ ده قطع حمايه تمام. وهنقول ليه 3 فاز او ليه الكلام ده كله. 63 امبير بشاشه، يعني ايه الكلام ده؟ لو هنا حصل مشكله تمام، نزل تحت 160 فولت مثلا، 160 اللي يحصل بيفصل على طول. ليه يفصل على طول؟ لان هو واقف عند انت ظبطه، او هو جاي لك كمان مظبوط على 170 الى 270 او 260. طب مثلا الكهرباء كانت عاليه، هل الاجهزه اللي عندنا هتتحرق بقى زي الكلام ده كله ويحصل مشاكل ومواضيع الكلام ده؟ لا، بيفصل على طول. طب بيفصل لغايه امتى؟ لغايه ما الكهرباء تتظبط وتنزل، هو شغال لغايه 260، تنزل 260 250 240 تبدا الاجهزه الكهربائيه تبدا تشتغل بحالتها الطبيعيه. طب لما بيفصل الخدمه بيحتاج ان احنا نيجي نرجعها له؟ يقول لك لا، انا ما محتاجش انك تيجي ترجعها لي خالص. ليه ما محتاجش تيجي ترجعها لي؟ انا اوتوماتيك برجع الكهرباء، انا بفضل قاعد كده مستني لغايه ما الكهرباء تنزل لي من 170 تشتغل، من 170 لغايه 260 انا اشتغل. قلت عن كده مش هشتغل، زادت عن كده مش هشتغل. طب انا اوتوماتيك لو بقت 250 بقت 300 لا مش هشتغل. طب بقت 250 هشتغل اوتوماتيك، هيستناني اجي اشغلها؟ لا، هو اوتوماتيك بيشتغل ما مستناش امر مني. احنا هنا ممكن نظبط شويه حاجات معانا حسب الامبير اللي عندك في الشقه والكلام ده كله، لكن هو قطع حمايه بيكون 3 فاز. طب 3 فاز هنا ولا 1 فاز؟ حسب الشقه اللي عندك. يعني انا كان زمان عندي شقه 1 فاز، دلوقتي عندي 3 فاز، يبقى انا لازم استخدم 3 فاز لو بيكون فيها ارضي واطراف كهرباء وحاجات زي كده. هنا بحسب استخدامك خلي بالك، عشان كل حاجه ليها سعر. يعني ايه؟ يعني عندك ده مثلا سعر هنا كام؟ 4451، ده قطع حمايه زي دوت. وعندك هنا دوت كام؟ 3 فاز 63 امبير. خدوا بالكم من الموضوع ده تمام. نبص كده عليه بصوره مثلا مكبره، وهقول لكم ليه بصوره مكبرة، لان في واحد تاني زيه بالظبط بس اغلى منه. ليه اغلى منه؟ تعال نشوف هنا مثلا، هنا قبل ما نتنقل عندك ده هنا ب 4451، 3 فاز 63 امبير اللي انا بعلم لك عليه ده، 3 فاز 63 امبير. الله، هو في حاجه تانية غير الكلام ده؟ في 3 فاز برضو بس هنا 100 امبير. الوضع هنا بيختلف، خلي بالك حسب اجهزه الشقه. قلت لك في الفيديو اللي فات انت بتجمع الامبير اللي عندك في الشقه وبتقدر تعرف انت عندك ايه وما عندكش ايه. 3 فاز اهو تمام، ده هنا 100 امبير، وده ب 5000 وشويه، وطبعا الثاني هتلاقيه ب 4000 وشويه، وكل واحد حسب قدرته الماديه تمام. والاجهزه اللي عنده في الشقه اهم حاجه بالنسبه له، لان اللي عايز يشتري هيشتري تمام. جبتها تبع كارت وقسطت، جبتها تبع نفسك، جبتها تبع اشتريتها كاش، اللي انت عايزه تقدر تعمله سواء كان فاز او 3 فاز. وبكده نقدر نحمي نفسنا من قطع، من رجوع قطع التيار. مش مشكله قطع التيار دلوقتي، طب التيار استقر والدنيا بقت سليمه ومفيش اي مشاكل، احنا بنحمي الاجهزه عندنا في كل الاحوال. ده حاجه قديمه وموجوده من زمان للناس اللي عايزه بس تعرف الموضوع ده، لان في ناس كتير جدا لسه ما تعرفوش. في شركات ثانيه بتبيع المنتج ده، ممكن تلاقي في السوق حاجات ثانيه بتبيع احدث
اظرف اقل، بس انا بكلمكم على منتج كان موجود قدامنا تمام، واحنا كلنا استخدمناه وكلنا عارفين ايه مدى خطورته ومدى يعني ايه، وان الخطوره عنده تقريبا ما شبه ما فيش حاجه 100%، بس ايه هي حاجه يعني ممتازه جدا. يعني نبدا نشوف مع بعض الكلام ده، واي حد هيبدا بقى يبدا يشوف عندك الاسعار موجوده. خلي بالك من كلمه 3 فاز 100 امبير او 3 فاز 63 امبير حسب جنس الشقه. واللي انت لو سالتني هقول لك 3 فاز 100 امبير، لان في اجهزه جديده لسه هتنزل السوق انت هتحتاج في يوم من الايام، هتلاقي الامبير اللي عندك من غير ما تاخد بالك، فساعتها ممكن ما يشتغلش بكفاءه عاليه، فهتكون مشكله عندك انت في عدم الاختيار. ودي اخر حاجه انا عايز اقولها لكم. ان عجبكم الفيديو ما تنساش اللايك والشير، وشكرا لكم، ربنا يوفقكم.